يلي بدهم ينفضوها. شلون شو هاي؟ وزارتنا؟ مين قال لك هالحكي؟ والله هيك طالع ريحه. طيب ممكن يوصل البلد أن دان؟ مين قصدك؟ دان مديرنا العام بالاستاذ موفى. ليش في عنده لغوصات؟ الله يسامحك انت الثاني، هذا سؤال بينسأل. ليش مين مو ملغوص بهالايام؟ بس وينك؟ بجوز يكون مديرنا ملغوص بس على الخفيف. يا سيدي على الخفيف، على التقيل الحمله ما رح ترحم حدا، وكله بده ينسأل من اين لك هذا؟ العمى على الألم مصيبة. ليش مصيبة بقى؟ انت شو دخلك؟ لا انا ما دخلني طبعا، بس الواحد منا يا اخي الا ما يزعل ويتأثر اذا حدا من اصدقائه انحط بهيك معمعة، وبتعرف انت علاقتي مع موفق شلون. شلون يعني؟ يعني مو علاقة رئيس ومرؤوس ابدا، بالعكس تماما، علاقتي معه علاقة شراكة، قصدي شراكة روحية متضامنة متكافلة، انا وياه على الحلوة والمرة دائما. يا سيدي بالنهاية كل عنزة معلقة كرعوبة. قلتك دخلك؟ هذا رفيقك اللي بالوزارة، كلامه ثقة؟ هو بيني وبينك أنا ما كتير أخذت كلامه على محمل الجد، لأنه الإشاعات كتراني كتير بالبلد وكل يوم عم تطلع إشاعة شكل. طيب وإذا طلع حكي للموظف اللي عندك مزبوط؟ لك يا ستي ساعة بحل الحلال وكل شي بوقته حلو. صحيح، بس المفروض تحذره للمدير وتحطه بالصورة، على الأقل بياخد احتياطه شوي وبيتضبضب. من هالناحية طمني، رح بلغه بكل هالحكي اللي سمعته، ومو بس هيك، رح أرش عليه شوية فلفل وبهارات. لشو الفلفل والبهارات؟ هيك، حابب اتسلى فيه شوي وشوفه وهو مقصوصة زنيفته. فظاعة، فظاعة شو بتحب تصطاد بالمي العكري. شو الحكي سليم؟ الله وكيلك هذا اللي سمعته. وهالمصدر اللي جايب منه الخبر موثوق يا ترى؟ بالمية مية، لأنه هذا الزلمة ما في مرة قال لي على شغلة إلا وصارت. بالمناسبة هو اللي قال لي بزمانه انه مدير المشاتل بده يطير وفعلا طار، وهو اللي قال لي انه معاون مدير الحراش راح ينط نطة كبيرة وفعلا نط وصار معاون وزير، وهو اللي قال لي كمان انه اضبارة ابو تيسير بدها تنفتح وفعلا انفتحت اضبارة الزلمة، وليكو ملحوش بالسجن من شهرين بتهمة اقتصادية كبيرة. العمى بقلبه، ومنين بيجيب كل هالمعلومات؟ شايف شايف عم اقول لك زلمة مو قليل ابدا، لفوتاته ودخلاته وعلاقاته. إلك بقى دير بالك بكون أضمن. سليم هلا فهمني شو قال لك بالضبط. أخي باختصار قال في حملة تنظيف كبيرة رح تصير بالوزارة، والعين مفتحة على كم إدارة ومن بيناتهم إدارتنا. العمى على المصيبة، شو سكروا فينا هلا؟ ما بعرف، بس فعلا مصيبة، خصوصي إنه في على مكتب الوزير تقارير ضدك أنت شخصيا. تقارير ضدي؟ إيه نعم يا سيدي، وكاتبين فيها كل شيء، وهالقصر يلي عمرته بالصبورة هو يلي فتح العين عليك بزيادة. هلا كله شقفة بيت صغير، فيلا صغيرة، صار قصر يخرب بيت العالم. شو بتنسي العالم بتعمل من الحبة أبة؟ يا موفق لو وقفت الشغلة على الفيلا كانت هيني المسألة، بس نسيت بناية بلودان. شو سليم؟ شو جاي تحاسبني؟ لا معاذ الله، شو حاسبك؟ لأنه كمان أنت مالك قليل عند ربك، رصيدك بلبنان صار بالملايين، يعني بالمختصر المفيد رجلي ورجلك بالفلقة سوا ولا لا؟ وانت سادي مو انا وياك، انا وياك وعديلك عدنان، ولا نسيته لعدنان؟ لا سيدي ما نسيته، هلا قيمنا من العلاج المصدي وفكر معي شو بنساوي. ما رح نساوي شيء، بس يعني لازم هلا نتضبضب شوي وناخد حذرنا ونراقب الدائرة منيح. وليش نراقب الدائرة؟ لاني سمعت انه في احتمال يبعثوا مفتش من الهيئه بس بشكل مخفي. العمى بلبون، شو ناويين يجيبوا اخرتنا هدول؟ وعينك تشوفه كيف ارتعب واحمر وشه وخنق صوته لما خبرته. بتصدقي يا اميره انا بعمري ما شفت موفق بهيك منظر. انت الثاني الله يصلحك على هالفصل. يا ستي كل الفصول والمقالب يلي عاملها بزماني كوم وهالفصل كوم. الله وكيلك يا أميرة، كان رح يسلط على الكرسي من رعبته، خصوصي بعد قصة المفتش المتخفي اللي اخترعت له اياها. حرام سليم، والله الزلمة آدمي ما بيستاهل كل اللي عم تعملوه فيه. مو فآدمي، قال آدمي قال، بالفعل إنك على نياتك. بارك لي يا أبو نور. ظاهر زبطت معك الحسبة؟ تقريبا، لأنه راتب هالشهر رح يكفيني اليوم 27، يعني رح انكسر على 3 أيام بس. ايه نيالة. صباح الخير. شو عم تعمل حضرتك؟
استاذ عفوا انا طلعت من البيت بكير وما لحقت افطار. تفضلوا سيدي. شو فاتحين مطعم هون يا استاذ؟ فروت فات مفتش على غفله، شو بتاخذ انطباع عنا؟ صباح الخير. شو يا مدام؟ صارت الساعة 9، صح النوم ان شاء الله. انا اسفه استاذ، بس والله في زحمه كثير على الطريق. بس كل يوم في زحمه. صحيح، بس انا خلاص بسجل يومك اجازه بلا راتب، فهمتي؟ حاضر استاذ. وانت كمان يا استاذ راح وجه لك انزالي تقاسك عن العمل وراح سجل بزاتيتك. خي انا نفذت. وديت البيان على الطباعه؟ لا والله استاذ، البيان عند أوبهجت وأوبهجت إجازة. وإذا كان إجازة ما بتروح على الذاتية بتجيب غيره؟ شو هالتوكل هاد؟ مخصوم من راتبك 5%. شو قصته اليوم؟ قسم بالله ما كان هيك. ما ترك كل شيء ده بالحيني على المكتب. اسمعي مها. مول استاذ. بتفتحي لي عيونك اليومين ثلاثة منيحة. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعني كل نص ساعة وساعة بتنزلي تحت، بتتركي طاولتك بتنزلي تحت، بتراقبي لي الجو العام، بتشوفي لي في شي شخص عم يتردد كثير على المديرية، وضعه غريب وبتبلغيني، فهمتي ولا عيد الكلام مرة ثانية؟ فهمت استاذ، بس خير في شي؟ لا ابدا، انت اعملي اللي قلت لك عليه وصلى الله وبارك. حاضر استاذ، مثل ما بتأمر. روحي بعتي لي استاذ سليم. الاستاذ سليم لسه ما اجا. شو هالحكي؟ لهلا ما اجا؟ طيب روحي على مكتبك. اعطيني بيت الاستاذ سليم. سليم. قوم رد على التليفون المدير. من وين؟ لك المدير عم يسأل عنك، صارت الساعة 10. يلا. مدير. الو. ايوه. اهلين استاذ. اهلين صباح النور. الحق معك بس الحقيقة أنا تأخرت شوي بالسهرة مبارح. ليش خير في شيء؟ مشان دواء؟ بسيطة سيدي مو مشكلة، بعد نص ساعة بجي. مع السلامة، الله معك. حبيبي، هلا صار بده يطبق النظام علي؟ حبيبي. الو. مرحبا. اهلين وسهلين استاذ موفق. بدي لك انتو ليش واقفين عن الشغل؟ عم ننتظر الحفاره لحتى تجي استاذ. ليش وين الضرابه؟ امبارح طلبها الاستاذ عدنان عديلكن ولهلا ما رجعها. وشو بده فيها الاستاذ بلوط عديلنا؟ والله ما بعرف، بس يمكن عنده بير مزرعه بده يحفره. لك يا حبيبي ليش ما خبرتني بهالشي؟ استاذ ظنيت انه عندكن خبر. لك شو ظنيت ما ظنيت؟ يعني هلا اذا اجى مفتش بده يفتش، شو بده يمنع؟ ليش جايينا تفتيش استاذ؟ عم بقول فرضنا اذا اجى مفتش. على كل حال هلا فورا بتبعت عمالك بيجيبوا الحفاره من عند عديلي وبتباشروا العمل فورا، يكون بعلمك انه هالشي ما راح يمر بسهوله، لابد من عقوبه بسيطه، بعدين متواجه. الله معك، مع السلامه. اما غريبه شو صاير له؟ ماله بالعادة يدقق لتدقيق؟ أمنتوا بالله على النهار. هلأ مو مبارح جيتني أنت وقلت لك إنه شغلتك ما بتمشي؟ يعني ما بتتدبر أستاذ. لك لسه بقول لي ما بتتدبر؟ لك حبيبي شو ما بتتدبر؟ هدول الأوراق مو كاملة، يعني مو قانونية، فأنا ما بقدر استلمها منك، فهمت ولا لا؟ ولك يا أخي ليش معصب؟ الشغلة كلها مو محرزة. كل اللي بدي إياه رخصة لكم بيت بلاستيكي، إيه شو عم بطلب مفاعل نووي أنا؟ صبر جميل وبالله المستعان. لك حبيبي فهم علي، فهم علي، الله يرضى عليك. شلون بدك ياني اعطيك رخصة وانت ما عندك ارض؟ شلون ما عندي ارض؟ الارض موجودة يا استاذ. عال اصبح جيب لي سند الملكية او عقد ايجار الارض. بالنسبة لملكية الارض فالارض لساتها مشاع بيني وبين اخواتي. عظيم، اصبح حل الموضوع بينك وبين اخواتك وبعدين تعال عندي. يعني ما في امل نهائيا استاذ؟ حبيبي ما في امان، ما في امان بنوب، حل عني، حل عني وشعت لي راسي، هيك ما في امان، خلاص، خلاص. شو استاذ موفق؟
سلختني عقوبة 10% من الراتب. ايه وانت ليه زعلان؟ قال ليش زعلان؟ قال انا طول عمري تداوم على كيفي وما كنت تحكي معي شيء انت. بقى شو عدا مما بدا؟ هذا لانه مهددين بالتفتيش باي لحظة. شو يعني اذا مهددين بالتفتيش؟ بتنطبش الشربة براسي؟ هلا ليش عم تاخذ وتعطي معي كثير؟ ما بقدر ما عاقبك يا اخي، لانه اذا ما عاقبتك بظن الموظفين في شيء بيني وبينك وبتصير الشبهات حوالينا. بعدين وينك؟ كل شيء خصم عليك بعطيك اياه من جيبتي، حاجه كربلاء طعمه بقى. انا ما عم بحكي مشان مصاري، بس مو حلوه بحقي تنزل بالذاتيه هيك عقوبه. خلص ما راح ننزلها بالذاتيه، فظاعه شو حريص على سمعتك. لك اخي ليش شو بنملك نحن بهالدنيا غير السمعه الطيبه؟ موفق. ما بنملك شيء الله وكيلك. تفضل. استاذ في موضوع حساس بدي اقول لك عنه. احكي احكي مو مشكله. استاذ في مراجع صار له 3 ايام عم يتردد على الدائره وحامل معه معامله غير قانونيه وداير فيها من موظف لموظف وبده يمشيها. شو الحكي؟ وليش ما خبرتيني من الاول؟ ما كنت مشتبهه بامره من الاول. طيب تفضلي هلا على مكتبك واول ما يرجع مره ثانيه بتعطيني خبر، فهمتي ولا لا؟ حاضر استاذ. الله معك. سليم اكيد هذا هو المفتش المتخفي. لا تستبعد، احتمال كبير. طيب والعمل هلا؟ يا سيدي ما في غير انه نراقب هذا المراجع ونتاكد اذا كان مفتش عن حق وحقيقي ولا لا. انا رح اترك لك المهمه لك. ماشي الحال، ولا دماغ انا جاهز. يلا يلا خاطره. الله معك. دير بالك. الله معك. الله معك. مع السلامه. وراقبته دخلك؟ ليكو الثانية، يعني معقولة أنا أكذب الكذبة وصدقها؟ أشو شايفتيني أجدب لهالدرجة؟ لا أيوه، على سلامتك. بس جننتلك يا جنان لهالمدير، جننته جنان. شلون بقى؟ قلت له راقبت الزلمة وشفته فايت على هيئة المركزية للرقابة والتفتيش. إيه؟ شو عمل؟ شو بده يعمل يعني؟ انخطف لونه وتوضى باللبن. المسكين ما عم ينام بالليل من رعبته. بس بدي افهم انت شو عم تستفيد من كل هالشغله؟ ولا شيء، عم اتسلت سلاي. طيب انت ليش ما بتكمل لعبتك على الاخر وبتحاول تستفيد؟ شلون؟ شو قصدك يعني؟ يعني طالما المدير اقتنع تماما انه هالمراجع مفتش ومبعوث لحتى يراقبه، بقى ليش ما بتتفق انت والمراجع وبتلعبوا لعبتكم على المدير وبتهبشوا هذيك الهبشه؟ لا عم بقلبك، منين اجتك هالفكره؟ حتى تعرف انه انا افكاري جهنميه. بس وينك اميره؟ قلتك بتزبط معنا؟ لك ليش لحتى ما تزبط؟ انت جرب شو خسران؟ ولك يا حبيبي يا عيني عم بحكي عربي، عم اقول لك لا تتعب حالك، صار لك 4-5 ايام رايح جاي على الفاضي، العمى ما كنت تمل؟ لا طيب طول بالك شوي انت، بدي اسالك سؤال، هلا اذا شفت السيد المدير ما بيعطيني استثناء بالرخصه؟ والله هالشي ما بعرفه، بدك تجرب جرب وانت وحظك. ماشي الحال، يعطيك العافيه. لك وين هدفته انت؟ يعني معقول المدير يمرر له هيك شغله؟ ليش لا اخي؟ مديرنا عم يمرر شغلات ألعى من هي وداء رقبه، بقى هو شطارته، يا بتمشي معاملته يا بيقلعوا، المهم خليه يحل عن كتافنا شوي، العمى كل يوم مصطبح بوشه. مرحبا يا حبيب القلب. اهلا وسهلا مرحبا. بالله قلت السيد المدير وين؟ عفوا بدي اسالك سؤال، مو انت بدك تقدم رخصه بيوت بلاستيكيه؟ مزبوط. شو عرفك؟ الحالي لا لوين؟ هلا انت ما بدك شغلتك بتمشي؟ طبعا الحالي لا تعال تعال. مثل ما عم اقول لك انا مستعد مشي لك المعامله ومستعد جيب لك الرخصه من فوق الاساطيح. الله وايدك، وشو بيطلع علي انا جاهز. شو قصدك؟ يعني شو بدك اتعاب انا جاهز. الله يسامعك، مين حكى بالاتعاب؟ أنا رح أخدمك هيك لوجه الله تعالى، لا جزاء ولا شكورة. يعني ببلاش بدون مقابل؟ ومو بس هيك، رح أعطيك مصاري فوق هالشي. شو هالحكي؟ أما هي سمعة، شو انقلبت الآية وصار المواطن هو عم ياخد رشوة من الموظف؟ هلأ أنت ليش بتدج الكلام دج؟ أول شي هي اسمها إكرامية مو رشوة. تاني شي أنا بدي أطلب منك يعني خدمة صغيرة مقابل هالشي. وشو هالخدمة؟ لعبة صغيرة بدنا نلعبها على المدير، وإذا زبطت معك بمشي لك المعاملة وبتاخد يلي فيه النصيب. ايه وبلكي ما زبطت.
والله إذا ما زبطت يا دار ما دخلك شر، وكل واحد بيروح بحال سبيله، وهون حفرنا وهون طمرنا. طيب هاي الشغلة فيها شي مسؤولية؟ حاكم أنا ما بحب نام بين القبورها. لا لا أطمن، ما في شي من هاد، الشغلة بسيطة كتير. طيب فهمني شو الموضوع؟ راح أفهمك ولا يهمك، قوم هلأ، قوم لحتى أعطيك الوراق اللازمة وفهمك شو تعمل، قوم. شغل. ادخل. استاذ موفق، صاحبنا طالب يقابلك. مين يعني؟ المراجع اللي قلت لك عنه. هذا اكيد مشان المعامله تبعه. اه طيب خليه يدخل بعد دقيقه. حاضر استاذ. العم بقلبه شو بده مني؟ اكيد بده يحاول يرشيك حتى يوقعك بالمصيده. ايه ما فشت عينه، شو مفكرنا جدبان قدامه؟ أخي أنت ما بدك توصاي، اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيك، يعني ضغري بيض عليه وبيعه وطنيات. ولو خايف علي، يعني مستعد بيعه وطنيات من هلأ لبكرة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. عافيك. ها؟ الأستاذ سليم هو؟ منين تعرف اسمي؟ ولو أستاذ أنا ما بعرف بس اسمك، أنا بعرف شي كثير عنك. ها؟ شو قصدك بقى؟ تسمح لي أقعد أستاذ؟ آه تفضل تفضل، أهلا وسهلا شريف. شكرا. إذا ما خاب ظني، أنت كنت عم تراقبني امبارح. أنا؟ وليش لحتى راقبك عند المؤاخذة؟ أستاذ سليم، أنت ظليت ماشي ورايي لحتى دخلت بمبنى هيئة الرقابة والتفتيش. بقى خلينا نلعب على المكشوف أحسن. عفوا يا أخ، أنت شو عم تحكي؟ أنا ما رح أخذ من وقتكم كتير. شرف أستاذ. شو هاي؟ هاي صورة عن صفقة الأنابيب المشبوهة يلي صار فيها لعب بالمواصفات وقبضتوا من وراها 5 ملايين. مظبوط ولا لا؟ وهي كشف بأسماء الأشخاص اللي أعطيتوهم رخص غير نظامية، وفي صور عن كل الموافقات. وهالورقة إلك يا سيد سليم. ورقة شو؟ هالورقة فيها أرقام الفواتير الوهمية يلي صرفتوه على صيانة الآليات، بينما الآليات كلها خربانة وملحوشة بالمرآب، لا صلحتوها ولا بطيخ مبسمير. شرف أستاذ. شو هاد؟ هي أسماء الموظفين من أبناء المحافظات البعيدة اللي عم تتستروا على غيابهم مقابل تبرعهم بنص راتبهم، وهي الشغلة بتخص عديلك عدنان. بس يا أستاذ الشغلة كلها فتيرة بفتيرة. خلاص خلاص، هذا الحكي بتحكيه قدام هيئة المركزية للقانون والتفتيش وقدام لجان محاكم الأمن الاقتصادي. محاكم الأمن الاقتصادي؟ لكن يا حبيبي إن شاء الله مفكر الشغلة يضحكوا لعب. عفوا ما فهمت شو قصدك. شوف حبيبي، يا أما منتفاهم يا أما بتخلوني اتيسر. شو تتيسر؟ أهلا وسهلا، خليني اتفاهم، أنا تحت أمرك، تفضل أمور. شوف أستاذ، أنا ما بحب الأخذ والعطاء. المطلوب 1.5 مليون، ومعكن مهلة يومين لحتى تدبروا المبلغ، وإلا كل هالمستندات يلي شايفها بدي أرفقها بتقرير من يلي بيحبوا قلبكن لدائرة الرقابة والتفتيش. لهيئة الرقابة؟ والله هذا عرضي وهذا اللي عندي. بس مو كتير 1.5 مليون، راعينا شوي، يعني شغلة بالمعقول. بالفعل كتير، يعني زراعتنا هالمرة منطلع لك اياها المرة التانية، وعد شرف. حبيبي أنا كلمتي كلمة وما بحب أخذ وأعطي. شو قلتوا بقى؟ أنا زلمة عملي وقتي حقه مصاري. ها لك يا أخي، ليشك أنت طبعك صعب؟ يعني وين ما كان الناس بتفاصل على السعر، مو بس نحنا. شوفوا حبيبي لا توجعوا لي رازي، انا بدي 1.5 مليون وناقص ليره سوري ما بتوفي معي. بدكم بدكم، ما بدكم السلام عليكم. عفوا يا استاذ، استنى شوي لحظه من فضلك. شو استاذ، وفى لك المدير على الرخصه؟ ايه معه بيوافق. ايه ايه سيدي، شو بدنا نعمل هلا؟ ما في مجال، بدنا ندفع ورجلينا فوق رقبتنا، ما في مجال.
طب مو ضروري نتسرع، خلينا نفكر بحل تاني. لا تاني ولا تالت أخي، كل شي بينفدى بالمصاري هين، بعدين خايفة حيوان ويقدم كل المستندات للرقابة، ساعتها منروب خبر كان. هيك قلتها؟ إلا كان. بعدين بيني وبينك المبلغ اللي طلبه كتير صغير، يعني هذا طلع إنسان غبي وطلب 1.5 مليون، أنا كنت بفكر يطلب له 4-5 ملايين. يعني لو طالب هيك مبلغ كنت بتفكر تتفاهم؟ ليش عندك حل تاني؟ المهم اللي ندبر حالنا بسرعة، أنت بتأمن 750,000 وأنا بدبر 750,000. إيه لا أستاذ ما حذرت منوب، الاسم هاي معادلة. ليش بقى؟ لأنه لازم يتشارك معنا عديلك عدنان، ولا تنسى أنه رجله معنا بالفلقة، بقى ليش ندفع عنه؟ وبهالصورة كل واحد منا بيدفع 500,000. ماشي الحال، الزلمة بيدفع ما بيقصير، بس المهم أنت جهز لي حالك، وأنا بأمن 1,000,000 ليرة مني ومن عديلي. وكيف بدها تصير عملية التسليم والاستلام؟ يا أخي منتفق على مكان برات الدائرة، بس وينك الله يرضى عليك، خليني أنا برات الموضوع، اتصرف كل شيء لحالك كأني أنا مالي موجود. شو؟ طيب طيب فهمت، حاضر مثل ما بدك. السلام عليكم. الله معك. أميرة؟ أميرة؟ ولك يا أمورة؟ لك شبك شبك عم تعيّن؟ باركيلي باركيلي، زبط الفيلم. إن شاء الله ألف مبروك. أنت الدفع؟ أنت الدفع؟ بكرة بكرة الدفع، بكرة الدفع، بكرة بكرة بكرة. لك حتى تعرف قيمتي. ولك أنت أذكى وحدة بالعالم، أذكى من كل الناس، أذكى من كاربوف بطل الشطرنج. يعني لو كنت مسؤول عن كتاب جينيس تبع الأرقام القياسية كنت نزلت فيه اسمك بدون تردد. شكرا حبيبي، بس عدم المؤاخذة يعني أنا هذا الكلام كل يوم بيعبي مخي. لكن شو اللي بيعبي مخك؟ خاتم، خاتم ألماس مثل العالم والناس. أتكرم عينك يا أغلى الناس. سليم، هاي 1,000,000 ليرة، ويا ترى أنت دبرت 500,000؟ إيه دبرتهم، موجودين معي بالسيارة. حلو، وين قررتوا تلتقوا؟ بالكافتيريا. مزبوط، بس وينك؟ وعك حدا يشوفك؟ ها؟ ولو إيه لا توصي حريصة التاني. سليم، لا تسلم المصاري قبل ما تستلم منه الأوراق كلها، وينك لازم تكون الأوراق أصلية. ها؟ شو عم بقلها؟ ولو يا موفا، معقولة تفوتني هيك شغلات يعني؟ يلا على إذنك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. يا ترى جبت الوراق اللي عطيتك ياهم؟ ولو موجوده، بس بدي نصيبي بالاول. ولا يهمك، تفضل. شو هدول؟ 100,000 ليرة، حلال زلال عليك. بالله بس هدول؟ ايه طبعا. لكن قديش بدك؟ شو نسيت انك هبشت من الزلمه 1,500,000؟ صحيح، بس 1,500,000 انا دافع نصها، يعني كل يلي هبشتهم 750,000. تاني شي أنا اللي مخطط لكل الموضوع، يعني أنت ما عملت شي غير أنك مثلت هالدور الصغير قدام المدير. إيه شو قليل هالدور الصغير؟ هذا بيستاهل 400,000. 400,000؟ 400,000 مشان ساعة تمثيل؟ العمى بقلبك شو أنك طماع؟ استحى سيلفستر ستالوني يطلب هيك طلب. أخي باختصار 100,000 ليرة قليل، بدي أكتر. طيب ولا يهمك، راح أعطيك 50,000 فوقن، منيح هيك؟ بس خلصني بقى من القصة ولا تكون طماع. والشغلة الثانية اللي بدي اياها منك هي انه تاخذ المصاري من هون وتكف مغيب من هون، يعني ما عاد بدي اشوف وشك بالدائرة ابدا، وكل واحد بيمشي بحال سبيله. وليش بقى؟ لك اخي هيك. اوعك تحاول تلعب بديلك معي، لانه اذا حاولت تلف وتدور هيك ولا هيك اتأكد اني رح اذيك بدون ما اشفق عليك. تأذيني هلي؟ لا والله ما حذرت، أنا يلي رح أذيك. عفوا؟ ما سمعت حبيبي. أنا رح سمعك يا حبيبي. أنا المفتش عباس رضوان من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والحقيقة شك مديرك موفق فيه كان بمحله، بس خطتكم الغبية وفرت علي شغل كتير. على كافة الأحوال شكرا على قهوتك، وبكرة أنا منتظرك أنت ومديرك بمكتبي لتشربوا قهوتي. سلام.